الغرب هل هو فعلا يخاف من قناعة المرأة الغربية الاعتقادية الصحيحة، فيحاول دائما أن يشغلها ماديا، وعلى النقيض يحاول أن يشوه المثال الإسلامي للمرأة المسلمة لكي تبقى المرأة الغربية في موقعها اللي رسمته لها الثورة الصناعية، فتبقى في مجال استهلاكي ولا يكون هناك لها نموذج عالمي مثالي آخر ترقى إليه. لأن المرأة الغربية لما أخرجت من منزلها وجدت أن هذا الخروج هو البديل الذي أوجد لها قيمة، لأنها كانت داخل منزلها بلا قيمة، لا زوج يعطيها حق ولا أب يعطيها حق ولا ابن يعترف بفضلها. كما ذكرت من أقوال وآراء الغربيين الكل يراها مهانة، فهي لما خرجت إلى المجتمع الغربي هي وجدت فعلا يعني حب خبيث من مديرها، ووجدت نظرة ذئب من رجل الشارع، ووجدت كلمة إغراء كاذبة من صديقها في العمل. طبعا مع كل هذا الزيف الذي وجدته في الخارج، إلا أن هذا الزيف يعني أشبع بعضا يعني من الجانب الروحي لديها، لأنها لم تجد هنالك قيمة روحية كاملة إلا هذا القيمة التي أشربت بالمادية. فهل فعلا دائما الغرب يعني في هجماته على الإسلام، في هجماته على المرأة المسلمة، هي محاولة إقصاء للنموذج الإسلامي عن المرأة الغربية لكي لا ترى هنالك نموذج يعني أفضل وأعظم منها فتحاول أن تجاريه وتنهج منهجه؟ شكر الله لكم وبارك الله فيكم. نعم، هذا ليس خاصا بالمرأة، هذا المرأة والرجل على السواء، يعني هم يريدون أن يشوهوا دين الله تبارك وتعالى حتى لا يقبل عليه أحد من الرجال والنساء بشكل عام، والمرأة خاص بهذا، لأن المرأة عاطفية وقد تميل إلى الإسلام بسرعة، خاصة إذا وجدنا الإسلام يرفع من قدرها ويعطيها حقها الذي لها. والغرب الآن يعني صحيح وانتشلها من الإهانة السابقة على يد الفلاسفة المتقدمين والدول القديمة، الآن حولها من أقصى اليمين لأقصى اليسار، فصارت الآن سلعة، ما يكون حفل هذا إلا جاء بامرأة عارية حتى تشاركهم في هذا الحفل وتظهر مفاتنها، وأي إنسان مسابقة تكون يأتون بامرأة فاتنة، وأي رئيس يجعل له سكرتيرة فاتنة، فصارت المرأة تستغل كسلعة، حتى أنها عرضت في الفاترينات في هولندا وغيرها، تعرض بالفاترينة المرأة عارية تماما، من يريدها ليلى، من يريدها كذا، فاستغلت المرأة أسوأ استغلال من خلالها. ولذلك المرأة الآن عبدة، أمة بكل ما في الكلمة من معنى في بلاد الغرب، إلا من رحم الله جل وعلا، تستغل استغلال تاما. فتشويه الإسلام ليس خاصا بالمرأة، ولكن حتى بالنسبة للرجل الغربي لو عرف الإسلام على حقيقته لن انتسب إليه، ولكن هؤلاء أصحاب القنوات الفضائية وأصحاب الرأي عندهم هناك هم الذين يمنعون من وصول الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل إلى قيصر وإلى هرقل وإلى المقوقس وإلى النجاشي وإلى غيرهم، يدعوهم إلى الإسلام ويترك الناس حتى يتعرفوا على الإسلام فيقبلون أو يرفضون. فهؤلاء يشوهون الإسلام حتى لا يقبل عليه أحد، والدليل على ذلك أنهم يكذبون على الإسلام. وقد ذكرنا مثالا ما ذكره الدكتور مصطفى السباعي، كيف طرد ذلك الطالب ولن تقبل، رسب لأنه يقول أن المرأة لها حق في الإسلام، هذا يخالف ما ينشرونه وما يدعونه على دين الله تبارك وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خير. الأخت مشاعل، حضرتك صاحبة قناة وهم النسوية؟ نعم يا دكتور. أوجه الشكر لك صراحة، قناة وهم النسوية قناة على التليجرام قائمة عليها الأخت مشاعل، وقناة أنا متابعها وأستفيد منها للأمانة، وأحث الجميع لمتابعتها. نشكر لجهدك يا أستاذة مشاعل. شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء جميعا، وسدد الله منا ومنكم القول والعمل وجعل ذلك خالصا لوجهه.